الافلام اللي بتحب تتفرج عليه بوليوود هوليوود افلام ابيض واسود بتحب ايه؟ بص كل حاجه اللي شاغلني دلوقتي السينما الايطاليه تورناتوري وباولو سورنتينو مخرجين يعني عباقره. انا ما كنتش بشوف افلامهم قوي, كنت دايما اتفرج على هوليوود. سورنتينو نقف عنده منين للصبح. سورنتينو ده انا ممكن اقف عنده كتير دلوقتي. ده المفضل بالنسبه لي اتفرج عليه كل افلامه. عند ذا جريت بيوتي ذا هاند اوف جاد يوث عامل افلام تجنن. فدلوقتي اللي شغلني السينما الايطاليه, بس انا بشوف كله. انا بعشق, انا اصلا دخلت المهنه دي عشان بحبها يعني. انا بحب اتفرج عليها كجمهور. فانا في فتره كنت بشوف 5 افلام في اليوم و6 افلام في اليوم يوميا. فانا بموت في السينما, اي سينما تلاقيني على طول. طب انا شفتك في ريد سي فيستيفال, كنت مشغول جدا كل شويه نور فين, الاقي نور بيجري عنده ميتنج, نور رايح جاي. ففي اخبار جديده؟ والله لا, كان في اخبار, بس في حاجات ما اقدرش اعلن عنها. الحاجات اللي معروفه دلوقتي الحريفه, اتمنى كل الناس تشوفه او اتمنى يعجبهم. وفي بعد كده بصور دلوقتي, داخل اصور مسلسل رمضان امبراطوريه ميم انتاج شركه اروما ستوديوز واخراج استاذ محمد سلامه حبيب قلبي وتاليف استاذ محمد سلامه عبد الملك. وبس ده اللي اقدر اعلن عنه دلوقتي. طب الامبراطوريه دمه خفيف, انا ده نقول حاجه هتبقى كوميدي دمها خفيف؟ مش عارف, انا ما اقدرش اعلن عنه كتير. يا خبر ربي, على فكره محمد سلامه ممكن يقول لنا, على فكره سلامه يقول لكم, سلامه يقول لكم الذين بعد على طول. بس سلامه بقى هو المقدر. بص هو سلامه اكيد هيبقى حاجه اجتماعي. هو اجتماعي, هو اجتماعي لايت يتخلل وحاجات كوميدي. شفت انا سهلت لك الموضوع ازاي؟ انا سايبك انت تقولي وانا اقول. حاضر. شفت انتوا البوزايد الطيبين مع الفنانين؟ صح. نفسك في ايه نور؟ نفسي اعمل شغل كويس, ونفسي اتطور كممثل, نفسي كل يوم ابقى احسن كممثل. لو انا ونفسي الهم الناس, نفسي الناس بسبب فيلم بعمله ولا مشهد بعمله يبقوا احسن ويحسوا ان في امل. بابا جان وبابا فنان كبير جدا, ودي حاجه كانت حلوه يعني ولا دي حاجه اخبارها ايه؟ بص هي من بره بتبقى حلوه. لا من بره. لا من بره بتقيم هي حلوه ولا وحشه, بس من جوه هي حياتي, هي ما فيهاش. هو بابا, ما هو بابا عادي. انا 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 انا